اعلنت الخطوط الجويه البريطانيه في بيان انها ستعلق رحلاتها بين لندن وطهران الشهر القادم لان الخط الملاحي غير مجد حاليا من الناحيه الاقتصاديه من جهته قال متحدث باسم شركة المملوكة لمجموعة آي اي جي إن آخر رحلة متجهة إلى طهران ستكون في الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل بدورها أعلنت إدارة شركة إير فرانس أنها ستوقف رحلاتها إلى طهران اعتبارا من الثامن عشر من سبتمبر القادم بسبب ضعف المردود التجاري نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني